مساكم الله بالخير متابعين الكرام، متابعين قناة البيداء أينما كنتم، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. من هذا المكان الجميل من وادي دربات، من أحد أهم الأماكن الطبيعية في محافظة ظفار، نحييكم. ضيوفنا متابعين الكرام من جمعية صون الطبيعة في محافظة ظفار، وهي جمعية قيد التأسيس. أستاذ عبد الله، كيف يؤثر الصيد الجائر على الثروة البحرية في المنطقة؟ قبل الانتقال أبو سالم، قبل الانتقال إلى السؤال، أريد أشير إلى منتج مهم جدا ومتواجد فقط في السواحل الظفارية في محافظة ظفار، اللي هو الصفيلح. كلنا نعرف الصفيلح. الصفيلح توجد على مستوى العالم تقريبا 100 دولة أو تقريبا 120 نوع من الصفيلح. الصفيلح العماني يعتبر من أفضل الصفيلح الموجود عالميا كجودة، ويباع بأثمان يعني وهي. فأيضا يعني الجهود المبذولة من قبل الجهات الرسمية، وزارة الثروة السمكية، يعني جهود جبارة. وأيضا نحن لنا دور كمجتمع محلي، يجب أن نواكب هذه الجهود بعملية المحافظة على هذا المنتج، كون إنه محصور. أيضا أنت لو يعني لو أنا يعني بستطيل يعني في هذا الموضوع شوي، نحن رقعة وجود الصفيلح هذا تقريبا في حدود 360 كيلو، ممتاز من ولاية مرباط لين شربثات. وهنا يجرنا إلى السؤال اللي أنت قلته، اللي هو الصيد الجائر. كمية الطلب كبيرة جدا على الصفيلح، بينما رقعة الصفيلح الحقيقية بسيطة جدا، وأيضا البيئة حتى تستعيد عافيتها بطيئة. نفس كمية الصفيلح أعتقد السنوات الأخيرة من قل جدا، بدل المخزون يعني يقل تدريجيا. ليش؟ لأنه زاد الطلب عليه، وزادت الناس اللي هي تشتغل في الجانب، تشتغل في هذا الجانب. فحمايتها أيضا لحنا كمجتمع محلي مواطنين، يعني لابد أن يكون لنا دور كصيادين. أنا أقصد كمجتمع صيادين يكون لنا دور مواكب للدور اللي قائمة فيه الجهات الرسمية من حماية وتوعية أيضا للاستفادة من هذا الثروة. نعم، والاستفادة منها بأطول فترة ممكنة، لأنها الآن حسب الإحصائيات الفترات الأخيرة هذه بدأت الأعداد في التناقص. الصيد الجائر هو الأساليب الخاطئة، أيضا ازدياد استخدام التكنولوجيا في عمليات الصيد أثرت سلبا على المخزون نفسه. مثل عندك الآن يعني صارت الاستخدام مكثف عن السابق. السابق كان مثلا صياد عنده شبكة ما تتجاوز الأمتار طولها، الآن أصبح الصياد أو شركات الصيد يعني بالكيلومترات، فهذا أيضا يأثر سلبا على الناتج السمكي. أضف إلى ذلك يعني المسطحات المرجان هذا أيضا يتأثر بأساليب الصيد، سواء كان بصيد اللي هو الأساليب المستخدمة، صارت فيه أساليب حديثة الآن في عمليات الصيد، هذه تأثر سلبا أيضا على المرجان. والمرجان هذا يعني تكاثر المرجان وازدياد رقعة المرجان يعني يجعل المناطق يعني تزيد فيها نسبة الأسماك بكميات مهولة. المرجان له فائدة في حماية الأسماك من المفترسات، الأسماك تضع بيوضها في المرجان، كذلك المرجان هذا صد يعني لا سمح الله في الأنواع المناخية مثل الفيضانات مثل الأعاصير، هذا الصد الأول اللي يحمي من أمواج مثل أمواج التسونامي. نعم. طيب أستاذ عبد الله، ما هي الجهود المبذولة للحفاظ على هذا التنوع البحري؟ الجهود المبذولة في جهات رسمية مثل هيئة البيئة، مثل وزارة الثروة السمكية، تقوم ببعض الدراسات يعني عن ابيضاض المرجان، عملية اكثار المرجان
يعني مثل عندنا في كثير من الولايات الساحلية قامت الوزارة بعمل مجسمات وإنزالها في هذه الأماكن حتى تقوم الأسماك وتعشش في هذه الأماكن اللي هو المرجان الصناعي. أيضا تقوم بحملات بين فترة وأخرى تقوم بتنظيف بيئات شعاب المرجانية من الشباك العالقة، من النفايات الموجودة هناك، وهذه النفايات يعني تشكل خطر كبير جدا على البيئة وعلى الإنسان أيضا، لأن بالذات البلاستيك هذا مثلا يتفتت ويتحول إلى لدائن صغيرة، هذه اللدائن الصغيرة تتغذى عليها الأسماك الصغيرة، الأسماك الصغيرة تتغذى عليها الأسماك الكبيرة، الأسماك الكبيرة يجي يصطادها الإنسان يأكلها الإنسان، فصارت العملية دائرة محورها الإنسان، هو اللي ألقى بالنفايات هذه ورجعت هذه النفايات في دورة غذائه. فالجهود المبذولة في حماية هذه الشعاب المرجانية وتنظيفها هذه جهود جبارة جدا تقوم فيها أغلب الأمر هنا عندنا في المحافظة. هيئة البيئة جزاه الله خير يعني تقوم بين فترة أخرى يعني عندها حملات وفي شباب متطوعين، نقوم نحن أيضا بالتطوع معهم ونساندهم في هذا الجانب. شكرا لك أستاذ عبد الله. ننتقل إلى أبو حامد. أبو حامد أريدك تكلمنا عن تجربتك الشخصية، أنت رجل مغرم بالطبيعة في ظفار، مغرم بالنباتات مثل كثير غيرك من الناس، أنت لك ميزة يمكن أنت من الناس اللي سبقوا في هذا الجانب، ما إعلاميا ما كنا كثير نعرف عنك، كل الأشخاص اللي يعرفوك شخصيا أحمد. أريدك تكلمنا عن هذا الشغف أول شيء، ارتباطك بهذه البيئة، الأشياء الخاصة اللي ما يعرفها المتلقي عن البيئة، عن كل ما في البيئة، عن ما يهم، عن ما ينفعها وعن ما يضرها كذلك. في إنسان جميل وعزيز وخلوق أبو محمد أحمد محمد المهندس أحمد محمد سمديد الكثيري، سبق في هذا المجال وأيضا ألف كتب في عن النباتات البرية في ظفار، وكذلك استطاع أن يوثق الكثير من المناطق الجغرافية في الطرقات والأودية والشعاب ويعني أشياء كثيرة، وكان ساهم في المعرفة البحثية عن النباتات، وحقيقة أشكر هذا الرجل عميق الشكر، خالص الشكر والتقدير من القدامى طبعا. وفي هنالك يعني شباب ما شاء الله عليهم يعني صاروا الآن مجتهدين ويقومون بهذه الأدوار الجميلة. طيب هو بالنسبة للنباتات، إذا تتحدث عن النباتات، النباتات لا ارتباط بروح الإنسان وحياته والأرض نفسها، فهنالك اندماج كيميائي بين روح الإنسان وبين الأرض، والأرض التي تنبت هذه النباتات بواسطة الأمطار والمياه والمعادن التي في الأرض كمغذي لهذه النباتات. الغطاء النباتي الموجود حتى هذه اللحظة، إذا استطعنا أن نحافظ على هذا الغطاء النباتي فهو يكون عمل عظيم وجليل، ويشكر من سيساهم في المحافظة على هذه الثروة الطبيعية في السلطنة. بالنسبة للأفكار التي طرحتها للجهات الحكومية، وجزاها الله خير قامت مشكورة بتبني هذه الأفكار، طلب إنشاء حديقة نباتية في ظفار تعنى بنباتات القطن ونباتات الجبال ونباتات السهول، هذه تحتويها حديقة يعني متخصصة نعم بالنباتات والأشجار. كذلك قمت بعد ذلك بطلب إنشاء حديقة للنباتات، نباتات خاصة بنباتات البادية من الأثل والأرطى، وكذلك كان اهتمامي في استزراع نبات الغضا الذي انقرض إلى الآن تقريبا من الربع الخالي من السلطنة. في الأيام القليلة الماضية ما شاء الله يعني سمعنا بظلال الصحراء، وهي إن شاء الله حديقة للنباتات في الصحراء قامت بهذه الجهود مشكورة هيئة البيئة بإن شاء الله تأسيس حديقة للنباتات في منطقة الشصر التابعة لولاية ثمريت، وهذا حقيقة يعني شيء جميل ومذهل سياحيا للإرشاد السياحي والمحافظة على النباتات المحلية في البادية. بالنسبة للحديقة النباتية في المناطق التابعة للمناطق الجبلية والسهول والقطن،
طبعا اعتقد انه ان شاء الله ستكون ايضا تحت اشراف واختصاص هيئة البيئة. هذه من ناحية. بالنسبة للجهود المبذولة الحالية يعني الى حد ما طيبة، ويعني ولكن ما زلنا نتمنى ونامل الكثير من الجهود من الجهات الحكومية والمجتمع المحلي، فشراكة بين جميع الأطراف هم من يساهموا في المحافظة على هذه الثروة الطبيعية، فبالتالي يحافظوا على حياة الإنسان وحياة الحيوان وحياة الطبيعة. بالنسبة للنباتات المهمة والتي أيضا أريد أن أتطرق لها، ثور كما يسمى محليا والثمو، وهذا النبات هو الهشاب كما يسمى في السودان. الاسم العلمي لهذا النبات سنيجاليا سنيجال، وهذا النبات هو الناتج الجميل والرائع والصحي منه يسمى الصمغ العربي. وأكثر البلدان التي تنتج الصمغ العربي في العالم هي السودان، بالتحديد في منطقتها في كردفان، إنتاجها العالمي حوالي 90% ويصدر لجميع بلدان العالم. عندنا في ظفار هذا النبات موجود في المراعي والغابات بأعداد كبيرة وكميات كثيرة. هذا الصمغ لهذا النبات إذا تم استقلال هذا النوع من النبات بالطريقة التي تستخدم في السودان، وهو قطعا لحاء النبات في بعض أجزائه، يقطع بعض اللحاء ثم بعد ذلك يقوم النبات بالدفاع عن الشيء المقطوع في جسمه، فينتج الراتينج اللي نسميه الصمغ العربي، وهو طبعا له استخدامات شعبية وطبية، نسميه محليا ملخ راتينج النبات. هذا الراتينج يستخدم طبيا ويستخدم كمكمل غذائي. هذا الراتينج أنا حقيقة بعد القراءات والاطلاع حول هذا النبات وحول الراتينج هذا النبات، من المهم جدا أن تكون أن يكون هذا المنتج موجود في السوق المحلي عندنا هنا في ظفار بحكم وجود النبات. يستخدم هذا النبات لتنظيف الجهاز الهضمي. هنالك الكثير من الناس من يستخدم الأمراض المضادات الحيوية، يعني مختلف الأمراض، يحتاج حتى يقوم الجسم بالتصفية وإعادة البكتيريا النافعة للجسم، يحتاج لك سنة حتى إلى سنتين، سنة أو سنتين حتى تعيد البكتيريا النافعة التي فقدتها من جسمك عندما تأخذ المضاد الحيوي الكيميائي. البكتيريا الصمغ العربي أو ما نسميه ملخ هو من يعيد البكتيريا، يغذي البكتيريا في جسم الإنسان فتتوالد وتتكاثر فيه. هذه من أهم المعلومات التي اطلعت عليها أيضا في مجال البحث في النباتات المحلية. جميل جدا أبو حامد، بس أعتقد أن احنا عندنا في ظفار تحديدا ما عندنا هذه الكميات التجارية اللي ممكن تكون موجودة في السوق. مثل هذا يعزز مثلا فكرتك انهم يسوون حديقة نباتية مثلا لهذه النباتات والنباتات النادرة والمهمة. انا وجهة نظري الشخصية يمكن كمتلقي عادي ارى ان بما انه هذا الكلام والمعلومات اللي انت قرأتها في هذا الجانب تحديدا الكمية، لا اعتقد انه في كميات تجارية يمكن ان تنتج في المرحلة في الفترة الحالية، ما اعتقد هذا الشيء، لانه التجارة لها وضع اخر، لها كميات المفروض تكون اكبر، بس ندعمها في حالة انشاء حديقة مهتمة بهذا الجانب والاكثار من هذه النباتات. في هذه الحالة بإمكان حتى الدولة هي اللي تكون مركزة في هذا الجانب واللي تستثمر في هذا الجانب تحديدا. وجهة نظر ما أعرف. بالنسبة للحديقة اللي ذكرتها أنا قبل، هي حديقة جامعة لجميع النباتات البرية من أشجار وشجيرات في ظفار في إطار واحد. هذا في المناطق ما يخص الجبل والقطن والمناطق السهلية. طبعا بالنسبة للبادية يعني لها نباتات أيضا مختلفة عن نباتات المناطق المطيرة في ظفار. الهشاب أو الثور منتشر بأعداد كبيرة في ظفار، وبالإمكان توعية المجتمع. أنت الآن إذا عندك شجرة واحدة من هذا النبات الثور أو الهشاب بإمكانك أن تستقل هذا النبات، يمكن ينتج هذا النبات كيلو. كيلو من إنتاج الصمغ العربي أو ملخ بإمكانه أن يكفي لبيت واحد طول السنة من شجرة واحدة في ظفار. فما بالك إذا قمنا باستزراع الكثير من هذا النوع من النباتات. نبات عاشب بالنسبة للحيوانات، نبات عاسل بالنسبة للنحل. نأمل من المجتمع المحلي بشكل عام والجهات الحكومية والمختصين أن يضعوا في نصب
أعينه بالاهتمام بهذا النبات. نعم، شكرا لك يا أبو حامد. باشمهندس علي، فما لأنه أساس إنه الوقت اللي بيداهمنا، أريد أعرف المبادرات المحلية والدولية للحفاظ على التنوع الأحياء. بعدين لو تريد تضيف في الجانب اللبان ولبان الوقت لك. هناك مبادرات من جهات المختصة، هيئة البيئة تقوم بأعمال كثيرة جدا لا يمكن حصرها في هذا في هذه المقابلة، منها طبعا مسح جميع أنواع الكائنات الحي سواء نباتات أو حيوانات، وهذا عندهم برنامج استراتيجي يعني قد خلصوا بعضها والبعض في طور الدراسة والمسح، ونوجه لهم الشكر أن هي جامعتنا جمعيتنا تشتغل أو في هذه المبادرة تحت هيئة البيئة. من الكائنات الموجودة على سبيل المثال الزواحف في عمان 111 نوع، وفي محافظة ظفار حوالي 60 نوع. في محافظة ظفار يعتبر 50% من التنوع تنوع الزواحف في الجزيرة العربية توجد فقط في محافظة ظفار، وهذا يعطيها أهمية ليس فقط لظفار أو لعمان إنما الجزيرة العربية كلها تعتبر بؤرة للتنوع غنية بهذا التنوع. كذلك البرمائيات في عمان هي يسمونها مش الضفادع، الضفادع ما هي موجودة لكن يسمونها العلجوم، في نوعين علجوم عربي موجود في الشمال والعلجوم الضفاري موجود في الجنوب، وهي نحن عورس كعكعات أو كعكعات باللهجات، وهذه ليست ضفدع. الضفادع بشكل عام يمكن قد سجلت واحدة في جنوب السعودية وبعضها سامة، لكن الموجود عندنا العلجوم غير سام، ولكنه يعني ينشط أحيانا في المياه وأحيانا في البر، هذا يسمى البرمائي. هناك مثلا البوم توجد حوالي 11 نوع، 8 منها في ظفار، 11 نوع في عمان و8 منها في ظفار، 6 أنواع مستوطنة في ظفار ونوعين مهاجرة، وهذه لها دور في الحد من تكاثر القوارض يعني بيئيا في التوازن البيئي. كل نوع من أنواع الكائنات الحية لها دور في التوازن الطبيعي. أمثلة كثيرة، نرجع إلى الشق البحري مثلا، الحوت الأزرق مثلا أو الحوت الأحدب يتغذى يوميا على 40 مليون كريل اللي هو يشبه حيوان الروبيان. نعم. هذا لو تكاثر ولم توجد هذه الكائنات الكبيرة تلتهمه يوميا سيطغو على البحار وسيؤثر تأثير كبير على التنوع الأحيائي. سبحان الله، فهذا يحد من تكاثرها. سبحان الله، ولله في خلقه شؤون. وهناك فائدة أخرى، هذا المخلوق الكبير الحوت الأزرق إذا مات فإنه يعتبر مخزون كبير جدا للكربون، يمتص الكربون من وين؟ من هذا الكريل. الكريل يتغذى يوميا على الطحالب أو النباتات والعوالق البحرية التي تمتص ثاني أكسيد الكربون من الجو، ولما تمتصها تأتي الكريل وتتغذى على هذا الحيوان فيخرج كفضلات. الحوت يتغذى على هذا الكريل، وأيضا الفضلات تنزل إلى قاع المحيط، فهذه الكربون الهائل يمتص وينزل إلى قاع المحيط كمخزون ويساعد في تنقية الجو. نعم. كثير من الأمثلة هذه. نعم. هل في إضافات بخصوص الجانب اللبان؟ نحن يمكن ما تكلم شيء، تعطيني شيء عن اللبان. طبعا شجرة اللبان شجرة مهمة تاريخيا واقتصاديا في محافظة ظفار. في على مستوى العالم هناك 25 نوع. نعم. من أشجار اللبان، لكن التي تنتج الإفراز أو العصارة اللبنية أو اللبان هي 4 أنواع فقط، نوعين في أفريقيا ونوع واحد في الهند، والنوع الموجود في ظفار وأيضا يمتد إلى محافظة المهرة في بعض المناطق، ولكن أغلبيته تاريخيا مذكور في الكتب التاريخية هو النوع الظفاري، والذي يعتبر أجود أنواع اللبان. هذا في نظري اللي هو الحوجري ولا غير الحوجري؟ لا كله كله. نعم. في ظفار هناك 4 أنواع، الحوجري اللي هو أجود الأنواع، والنجدي والشزري
وأيضا السهلي. نعم. وأفضلها طبعا الحجري. المنقع اللي هو الصافي المشوب باللون الأخضر. نعم. هذا يستخدم في العلاجات الطبية الشعبية وفي صناعة العطور وفي الصناعات الحديثة. اكتشفت جامعة ظفار، ونوجه لها الشكر والتقدير، جامعة ظفار تبحث وعندها أبحاث على اللبان، فوجد حتى الآن توصلوا إلى 10 منتجات منها ما يؤثر على السرطانات وعلى الالتهابات وعلى الآلام بشكل عام، مسكن الآلام، وفي صناعات أخرى. وهذه الشجرة في نظرنا تحتاج إلى أهمية أكثر. نعم. استزراعها في بيئاتها والمحافظة عليها من المخاطر. نعم. سواء الآفات الضارة أو سواء الرعي الجاري في بعض المناطق متأثرة كثير. هذه التحديات اللي تواجه شجرة اللبان. نعم. هذه تحديات. تحديات. نعم. تحديات كثيرة، ولكن نختصر منها الرعي الجاير وأيضا بعض الأمراض التي تصيبها والتجريح الخاطئ من العاملين فيها. نعم. وأيضا كثرة التجريح. نعم. هذا التجريح حسب الأبحاث الموجودة نزل أو نقص من إنتاج الشجرة. كانت تنتج الشجرة تقريبا 10 كيلو غرام، الآن من 3 إلى 4 كيلو غرام، وهذه خسائر كبيرة. نعم. فلو زدنا استزراعها في بيئاتها سيخف الضغط على التجريح. نعم. وستنتج الشجرة يعني كميات هائلة. شكرا أبو بشار، وشكرا لجامعة ظفار لكل إنسان قائم بهذه الجهود لحماية هذه البيئة وكل تنوع البيئة اللي موجود في المحافظة وفي السلطنة. نعم. قبل ما انتقل للأستاذ ناصر، الأستاذ عبد الله، هل في شيء؟ نعم. جامعة ذكر جامعة ظفار عملت أبحاث في عدة أشجار، لكن شجرة اللبان نفسها نحن نقول لو تستثمر هذه بشكل تجاري يتم استزراعها وإكثارها. نعم. والعناية بها. نعم. نحن نقترح الجهات المختصة أن يقام مركز خاص بهذه الشجرة، يكون فيه الدراسات وتكون فيه الزيارات الميدانية واستزراعها وإكثارها. نعم. وتسمى الذهب الأبيض. لو يتم استغلال جيد وتنميتها تنمية مستدامة. نعم. بدون لا نخسرها طبعا ستكون مصدر هائل، مصدر كبير دخل للدولة، وأيضا إضافة كبيرة للتوظيف، توظيف الشباب. نعم. هذا المقترح. شكرا لك يا باشمهندس. أستاذ ناصر، إيش اللي يمكن نضيفه في هذا الجانب؟ أعتقد في أي نقطة، أي إضافة، أي ملاحظة قبل ما نختم نحن بالروح نحس أن أتوقع أنه جيد أنه نشير أنه الاهتمام بالبيئة عندنا اهتمام مهو مستحدث. الاهتمام. نعم. بالبيئة عندنا الاهتمام الرسمي له باع طويل. السلطنة من ضمن الأوائل الدول اللي خصصت وزارة للبيئة، كانت ايضا هنالك جائزه السلطان قابوس اللي تقريبا اطلقت عام 1989 لصون الطبيعه ودورتها كل سنتين. حاليا في رؤيه عمان 2040 عندنا الرؤيه كلها لها 12 اولويه، واحده من هذه الاولويات هي البيئه والموارد الطبيعيه، والرؤيه كلها قائمه على الشراكه ما بين الحكومه والقطاع الخاص والافراد ومؤسسات المجتمع المدني. مؤسسات المجتمع المدني مثل الجمعية وأخواتها وبقية الأندية، فنحن أجزاء من كل هذه المنظومة سواء الرسمية وغيرها. أما على المستوى الشعبي في محافظة ظهر مثلنا مثل بقية الأماكن عندنا ارتباط عاطفي كبير بهذا الأرض وبهذه المكونات اللي موجود فيها. يحتاج فقط أنه هذه العاطفة وهذا الألم الذي نشعر فيه عندما نشاهد التخريب اللي صاير أو الأثر والضرر اللي واقع على البيئة أن يتحول كذلك إلى سلوك إيجابي. نبحث عن الاتجاهات الإيجابية وعن السلوكيات الإيجابية للأفراد قبل الجماعات. عندنا نحن لا نطلب الكثير من الأفراد، ما نريد منهم يشاركوا في الفرق التطوعية أو يشاركوا ضمن الفريق الميداني للجمعية. ممارساتك اليومية البسيطة حاول أن تحافظ فيها على البيئة. المخلفات لا ترميها على الأرض اللي هي البلاستيكية التي لا تتحلل وتؤثر على البيئة. حاول قدر الإمكان تجنب إشعال الحرائق والتسبب فيها، وهذه نقطة ممكن نذكرها أنه كل سنة تقريبا عندنا حرائق في الجبال خصوصا حاليا فصل الصيف، في فصل الصيف بالضبط، نتيجة بعض الممارسات، وهذه الحرائق سببت أضرار بيئية وسببت أضرار مادية وكذلك حتى أضرار على البشر، يعني كانت إصابات ووفيات نتيجة هذه الحرائق، وكلها نتيجة ممارسات بسيطة ممكن الواحد يتجنبها. أيضا الآن المواسم الرحلات، مواسم عندنا خطلة الإبل وغيرها، قد يكثر فيها بعض الأشياء اللي ممكن الناس تتكاسل عنها، ولكن هي لها ضرر كبير جدا. فجيد أن يكون لدينا كمجتمع ككل أن نعكس هذا الاهتمام وهذا الوعي وهذا الحب لهذه الأرض وهذه المكونات، نحولها إلى سلوك.
نحولها إلى سلوك، وبعون الله تعالى الكل يتكاتف ونصل إلى الممارسات التي من خلالها نحمي هذه البيئة. نعم، شكرا لك أستاذ ناصر. العفو. ننتقل للأستاذ عبد الله. طيب أستاذ عبد الله، كيف يمكن تعزيز السياحة البحرية المستدامة في المحافظة؟ السياحة البحرية المستدامة ملف كبير. نعم. ومن خلال يعني تذليل الصعاب أمام الشباب وفتح يعني مجالات سياحية من هذا القبيل، يعني أيضا يكون هناك صراحة أن احنا الجانب السياحي الجوانب البيئية ما كثير ما نتوجس يعني من الجوانب اللي فيها يعني اهتمام بالبيئة. في الجانب البحري سياحة يعني في مرتدين البحر، في مرتدين الأماكن اللي فيها سماك، مرتدين الأماكن اللي فيها المرجان. فتقسيم الأمر بحيث أنه يكون مثلا أماكن معلومة للغوص مثلا، أماكن معلومة للصيد مثلا. في هناك بعض الدول انتهجت نهج منع كثير من الأشياء مثل صيد القرش، مخالفة الناس اللي بيصطادوا القرش، خيار البحر، تجميع خيار البحر. فأنت لما تفتح المجال أمام السياحة وأمام أنت تتطلب منك كثير من الجهود وكثير من الأشياء. نحن صراحة كجانب بيئي نهتم كثير بعدم يعني الخوض كثير في الجوانب هذه السياحية. طيب أستاذ عبد الله، قبل ما ننتقل للإخوان، قبل ما نختم، طيب تخبرنا عن المحاريات اللي... المحاريات عندنا ثقافة شعبية في محافظة ظفار، المجتمعات الساحلية بالذات عندهم وجبات خاصة بهذه المحاريات مثل الزوكة، مثل بعض القواقع بالمحل اللي نسميها عاشور، عندك أيضا بلح البحر اللي هو الفيذك. هذه الآن الجوانب السياحية زادت وزاد الطلب على هذه المنتجات، فشكل ضغط كبير على الجوانب. هذه المحاريات هذه تعمل بفلترة الماء، الجوانب الرسمية تستفيد من هذه المحاريات إنها تقيس نسبة سمية أو وجود المعادن الثقيلة في المياه من خلال فحص هذه المحاريات. يعني تأخذ من هذه المحاريات وتقوم بالفحص الدوري حتى اللي تعرف يعني نسبة المعادن الثقيلة مثل الزنك، مثل هذه المعادن الثقيلة الموجودة في المياه من خلال هذه المحاريات، وما يقدروا يتوصلوا إلى النسبة اللي هي نسبة الصحية. الآن زاد الطلب على هذه المحاريات وبدت رقعتها تتقلص، هذه تكون موجودة في الشواطئ القريبة جدا من الشاطئ، متجمعة على هذه الصخور فسهل الوصول لها. فبدت مثل المطاعم الآن السياحية والناس بدوا يتعرفوا عليها، سابقا ما كان لها جمهور كثير، الآن بدت الناس تتعرف عليها وتطلبها للأكل، فزاد الضغط عليها مما أدى إلى تقلص رقعتها، بدت تتقلص رقعتها. فهذا أيضا يؤثر سلبا على البحار وعلى المحيط وعلى الأسماك وعلى الإنسان. طيب كيف نحافظ عليها؟ نحافظ عليها بسن قوانين مثلا تحديد كميات، أو إنه يكون في تنظيم. أيوة يكون في تنظيم يعني. يعني نحن لو نرجع إلى فترة المواسم، هذه الفترة كانت فترة سليمة جدا لأن تعطي البيئة إنها تجدد من نفسها. أما لما يكون الموسم مفتوح فهناك يعني يكون فيها ضغط كبير على البيئة نفسها. شكرا لك أستاذ عبد الله. أبو حامد، قبل ما نختم أعتقد أي واحد عنده إضافة منكم كان يطرحها قبل ما نختم، بس في حاجة معينة أنت ذكرتها قبل فترة يا أبو حامد بالنسبة للبان الذكر والشجر الذكر، فما أعرف يمكن توضح لي في هذا الجانب تحديدا، صار في سوء فهم يمكن. هو في جدل بسيط يعني حول اللبان الذكر. نعم. طبعا تاريخيا حتى قبل الميلاد اللبان الذي كان يصدر من ظفار إلى الخارج، الجودة كانوا يطلقون على نبات اسمه السمق ذي الجودة أنه لبان ذكر، فقط هي كانت تسويقية
لبان ذكر هي كلمة تسويقية وليست كلمة علمية، يعني لا تمثل العلم بصلة بدليل. حتى صار طبعا الناس يتداولوا هذا الكلام فيما بينهم، اللبان ذكر لبان، ذكر لبان انثى، لبان كذا، يعني فالمسألة يعني اسف هي تسويقية، لبان ذكر هي تسويقية ليس الا بدليل. انا حاولت اجمع من جميع مناطق ظفار التي تنبت فيها اشجار اللبان، اخذت منها عقل اقصان وقمت بزراعتها عندي في البيت ومراقبتها لمدة 3 سنوات من جميع مناطق محافظة ظفار. العقل جميعها أزهرت، والإزهار الذي صار زهرة بعشر أسدية، عشر أسدية، والأسدية هي التي تحوي حبوب اللقاح. طيب، والبيضة أو الجهاز التناسلي في الوسط. إذن الزهرة هي زهرة تامة لكل أشجار اللبان في ظفار، الزهرة زهرة تامة. فبالتالي لا يمكن أن يقال في شجرة ذكر أبدا، ولكن يرجع هذا الموضوع إلى جودة اللبان. طبعا أنا لست متخصص في اللبان، ولكن بالبحث العلمي والميداني للنبات نفسه فلا يوجد أي نبات لبان ذكر إطلاقا في ظفار. هذه الإضافة الذي شكرا لك، بس يمكن حد غيرك يناقضك بعدين بطريقة ثانية. لا، هو أنا بتكلم علميا، أنا ما بتكلم لا بتجربتك الشخصية. لا، أنا بتكلم علميا مش بتجربتي الشخصية، تجربة الشخصية تختلف المصادر، ولكن أتكلم علميا. أنا قمت يعني الحين ربما يكون هنالك نبات أحادي المسكن، زهور المذكرة في نبات وزهور المؤنثة في نبات آخر. طيب، فمن الممكن أن يقال أنه هذا نبات ذكر، ولكن الذكورة في النباتات لا تطلق ابدا على النبات نفسه، ولكن على الزهره. الزهره هي المذكره او المؤنثه او التامه، ولكن النبات ابدا لا يمكن ان نقول علميا في النباتات الزهريه المزهره التامه ان نقول انه هذا نبات ذكر وهذا نبات انثى علميا. ولكن المنتج كلبان ما في، هو الجوده، الجوده فقط. في اللبان فقط الجوده. وطبعا وبالنسبه لاستخراج اللبان له المختصين، طبعا انا ما يعني ما اتكلم في شان المتخصصين في استخراج اللبان، ولكن اتكلم علميا في النبات. لا يوجد نبات ذكر مطلقا في اللبان. شكرا لك ابو حامد. عفوا باشمهندس، في اضافه قبل ما نختم؟ عندي اضافه. نعم، طبعا عندي كلام كثير، لكن الطيور معروف انه في محافظه ظفار تقريبا من الساحل من البحر الى الرمله حدود 100 كيلو المسافه، وفي هذا المسافة تقريبا 6 أنواع من البيئات، البيئة البحرية والبيئة الراطي الرطبة مثل الأخوار، وبيئة السهل، وبيئة الجبل أو أقدام الجبل، ثم الغابات، ثم القطن، ثم النجد، ثم الرمل. وفي كل هذه الأنواع، في كل هذه الاختلاف البيئات أنواع مختلفة من الكائنات الحية ومن النباتات. اللي أريد أضيفه هي أنواع الطيور. أنواع الطيور في عمان أكثر من 500 نوع، منها أغلبها مهاجرة وتصنيفها في محافظة ظفار. فائدة الطيور هي نقل البذور من شجرة، يعني من شجرة، وتنبت هذه النقل، هذا يتسبب في نموات جديدة، أيضا التلقيح، تلقيح الأزهار. والطيور أيضا تتغذى على بعض الأنواع الصغيرة وتعمل على توازن البيئي، وعندنا محميات تحافظ على بعض الأنواع الخاصة، وأيضا هذه المحميات لها دور كبير في أنها تكون مصدر للتنوع الحيوي، وهي من أفضل البيئات التنوع الحيوي. شكرا لك باشمهندس. حياكم الله. معرف، شكرا لكم جميعا على هالمعلومات والإضافات. أعتقد أنه عندكم إضافات جميلة جدا. كنتم الأستاذ أحمد لك البشمهندس، الأستاذ ناصر، الأستاذ عبد الله. انتقل الأستاذ ناصر، في شيء قبل ما نختم؟ فقط شكر للجميع، شكر لكل من يبذل جهد للحفاظ على هذه البيئة، من كبار السن إلى الرجال والنساء والأطفال، كذلك كل المؤسسات الحكومية والأكاديمية اللي تساهم معنا ومع غيرنا في الحفاظ على هذه البيئة. والهدف من هذا أن نحافظ على هذه البيئة للأجيال القادمة، أن نبقيها كما هي للناس الذين الأجيال اللي سيأتون من بعدنا، بحيث أن تبقى كما هي ولا نؤثر عليها التأثير السلبي، ونستطيع بإذن الله تعالى إذا تكاتفنا
في جهودنا نصل إلى ذلك بإذن الله تعالى. شكرا لك أستاذ ناصر. شكرا لك أستاذ عبد الله. نشكركم على الجهود هذه والاستضافة، وكل شخص مبادر في حماية البيئة سواء كان بشكل رسمي الجهات الرسمية أو الأشخاص المتطوعين، وجهود مشكورة وجزاكم الله خير على الاستضافة. شكرا لكم جميعا. شكرا أستاذ أحمد. شكرا للبشمهندس. أبو سالم عندي فضل. كلمة إضافية، هذا التنوع الغني الكثير في محافظة ظفار وخاصة الرقعة الخضراء التي تمثل 1% من 3.1% من محافظة ظفار، وتمثل 1% من السلطنة، و0.1% من الجزيرة العربية، فيها كل أنواع تنوع الحياة. والإنسان من هذه الكائنات، البشر هم الله سبحانه وتعالى مدهم أو أعطاهم عقل وتمييز وتصرف وإدارة من يعني من كل الكائنات الموجودة. لهذا لابد أن الإنسان يحافظ على هذه المكونات وأن يعمل لها إدارة استراتيجية مستدامة لنا ولغيرنا. وهذا التنوع يجب أن نشكر الله سبحانه وتعالى عليه وعلى هذه النعمة، الأمطار السنوية والتنوع الفريد من نوعه، يجب أن نشكر على هذه النعمة، لأن النعمة إذا لم نشكرها مثل الضيف إذا لم تكرمه يذهب. شكرا لك يا باشمهندس. شكرا لإضافتك. متابعين الكرام، وصلنا لنهاية حلقتنا. شكرا للإخوة الرائعين على هذه المعلومات القيمة. شكرا لجمعية تصون الطبيعة في ظفار، جمعية قيد التأسيس. شكرا لكل القائمين عليها. شكرا لكل من يحافظ على هذه البيئة. شكرا لمن يصونها. شكرا لمن يحث الناس على الحفاظ على هذه البيئة. بيئتنا أمانتنا، فلنحافظ عليها. في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.